ينضم الينا الان من دمشق الناشط الاغاثي الدكتور ليان مسعد. دكتور ليان اهلا بك معنا. بدايه دعني ابدا معك بمشاهداتكم ورصدكم للوضع، كيف يبدو في المناطق المتضرره مع استمرار عمليات البحث والانقاذ لليوم السادس على التوالي؟ بمرور هذا الزمن تضاءل تماما الامل بوجود احياء. بالنسبة للأعداد، أنا أعتقد الإحصاء النهائي مو هلأ رح يظهر لا بسوريا ولا بتركيا، ومن سوء الحظ رح تكون الأعداد أكبر مما هو معلن، لأنه بتعرفي أنت الإحصائيات وزارات الصحة بالدولتين بيحصوا شو بصل لعندهم من جسامين اللي فقدوا حياتهم والجرحى يلي فاتوا المشافي. أما عندك المفقودين يلي أغلبهم من سوء الحظ قد يكونوا توفوا تحت الأنقاض، فهذا بده وقت لحتى يندرس ويحصي وينعرف. أنا بعتقد رح يكون العدد أكبر من هيك بكتير. العملية الإغاثية تحركت بقوة مبارح، وبلش التنظيم ياخذ حده الاعلى. بال 48 ساعة الأولى كان الموضوع كتير صعب ومفاجئ، وبتعرفي ما عم احكي عن سوريا يلي داخلة بحرب من 12 سنة، يعني ما كانت منتظرة هذه الكارثة الطبيعية. مع توارد المساعدات الإغاثية مع التنظيم الدقيق، والدولة السورية عم تحاول يعني كل جهدها لسد الثغرات. بس أنا بدي نوه على قضية، الحاجة للمساعدة أكبر بكثير مما أوحوا فيه بالبدء. هلأ ظهرت حدود الكارثة. الحقيقة في قرى شبه كاملة اختفت، يعني مثل صطامو يلي قرب جبلة، في أحياء بجبلة، في أحياء بحلب، في أحياء بريف اللاذقية، في بنايات باللاذقية، طبعا مع الإشارة إلى أنه مثلا بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي مثل خلينا نقول جنديريس، 70 بناء طابقي صاروا على الأرض، وهي مثال عن اللي شفته. سأتكلم عن سوريا التاريخية اللي هلا صارت ضمن الحدود. اسمح لي على المقاطعة دكتور ليان، وانت تحدث انه هناك حاجة لتقديم المزيد من الدعم، وهذا ما اكدت عليه ايضا منظمة الصحة العالمية التي اكدت بانه حجم الاضرار في سوريا بسبب الزلزال يتطلب تعاونا دوليا كبيرا للحد من هذه الاثر. تحدث بان العمليات الاغاثية تحركت بقوة، ماذا عن مراحل هذه العملية الاغاثية والاحتياجات والمتطلبات في هذه المرحلة؟ أولاً في ناس بيظنوا أنه المؤسسات الصحية لا تعمل. المؤسسات الصحية موجودة، الناس عم تداوم وتعمل. النقص وينه؟ أولاً كان في نقص بالآليات لا تقوم بعملية إخلاء الركام تبع الزلزال، هذا أخر عملية الإنقاذ. اثنين، عندك الحصار كان متسبب بمشكلة بالوقود بسوريا ولا تزال المشكلة قائمة، يعني نقص الوقود، نقص المازوت، هي آليات ضخمة، هي تستهلك وقود ولازم يكون متوفر بين إيديها لتقوم بعملها. هي اثنين. ثلاثة، المستلزمات الصحية اليومية هي من حسن الحظ في المجتمع الأهلي، المجتمع المدني، الدول المجاورة عم يسدوا هذا النقص. لكن برجع أنا بقول لك النقص الأساسي هو الفرق المختصة بالإخلاء وآليات الإخلاء وآليات البحث عن المفقودين. هدول لا شك أنه كنا نحن بنقص كبير. هلأ عم يجي إجا من بالبداية بعتوا الأخوة بالجزائر، بعتوا من الأردن، بعتوا من العراق،
بعثوا من الإمارات، هذا على الصعيد العربي. على الصعيد الدولي كمان الأوروبيين عم يحطوا خطة للإغاثة. مجلس الأمن راح يجتمع لدراسة هذا الموضوع، لأنه مو بس أخلينا، مو بس دورنا على مفقودين، مو بس عم ننقل جسامين وجرحى. المشكلة عندك، أنا بتقديري في ملايين بتركيا وسوريا أصبحوا بلا مأوى أبداً أبداً أبداً، ما لهم مأوى بهذا البرد القارس. مبارحة بدمشق كانت ناقص 5. دعنا نضيف معلومة دكتور ليان، حسب مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين تتحدث عن أن حوالي 5.3 ملايين شخص في سوريا سيواجهون خطر التشرد بسبب هذا الزلزال. هذا يطرح تساؤل آخر هنا دكتور إليان، بما أنه الآن الجهود تنصب حول الاحتياجات الأولية للمتضررين وعمليات الإغاثة، هل هناك رؤية على المدى الأبعد ماذا عن من يواجه خطر التشرد؟ سبب التشرد هو عدم وجود مكان سكن ثابت. فإذا المرحلة الأولى هي إحصاءهم، المرحلة الثانية هي إسكان بما يسمى السكن المؤقت وتأمين حاجاتهم الضرورية اليومية، ثم البحث عن الحل النهائي لمشاكلهم وهو السكن الدائم. ولا تنسي هلأ طرحته الحقيقة ريبورتاج كتير مهم اللي طرحته بتركيا، مئات من الأطفال اللي كانوا جروح بسيطة وموجودين بالمشافي وما بيعرفوا وينهم أهاليهم، هل هن على قيد الحياة؟ هل هن توفوا؟ هن من وين؟ ما بيقدروا يعرفوا. جميل، بما أنك تطرقت لهذه النقطة دكتور إليان، يعني نحن رصدنا ربما حسب المعلومات عدد الأطفال المتواجدون في المستشفيات التركية، هل من أي معلومات حول عدد هؤلاء الأطفال في المشافي السورية؟ ماذا عن الوضع في سوريا في هذا الإطار ما يخص الأطفال باختصار لو تسمح لي دكتور؟ الحقيقة بسوريا أقل، ما عم أحكي على العدد، الأزمة أقل، بمعنى أنه حي فيه بناء أو بنائين انهاروا، أهل الحي بيعرفوا بعضهم، بيعرفوا الطفل، بيعرفوا المفقود، بيعرفوا اللي توفى، بيعرفوا الجريح يعني. لكن رغم هالشي هنالك أطفال مو معروفين، ولازم القبول برقم المئات، لكن ما هو محصور بدقة شد عدد الأطفال اللي ما عدنا نعرف وينهم أهاليهم. وسائل التواصل الاجتماعي تنشر بشكل يومي صور أطفال وعم يلاقوهم في طفلة شغف اللي يفكروا أنه أهلها متوفين، طفلة كتير حلوة وصغيرة نشروها وانوجدوا أهلها بعدين. شكرا. الحمد لله، يعني في أزمة بهذا الخصوص، أزمة أنت لا شك بأنها كارثة بيئية ووطنية ضخمة كثير. شكرا، شكرا لك على المشاركة معنا دكتور ليان أنا سعد الناشط الإغاثي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.